شوفوا يا ناس، شوفوا يا ناس، هذه بن وليد، شوفوا يا ناس، هذه بن وليد، شوفوا. قال لك قوات درع ليبيا ولا الجيش الليبي حاصر بن وليد، بيقبض على مطلوبين. هذه حرب إبادة، جايين إبادة، ضرب جميع أنواع الأسلحة، تقل كل شيء، تقيل دبابات، مش عارف الغاز، أقسم بالله، أورجانو فوسفورس اللي هو ما يسمى غاز الفوسفور، مركبات الفوسفور يضربوا بها، أورجانو فوسفورس. هادي بن وليد في مستشفى الظهارة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا جيش، يقول لك جيش يقصف المدينة، لا إله إلا الله، هذا جيش، يقول لك هذا الجيش يقصف المدينة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وين منظمات دولية؟ وين حقوق الإنسان؟ وين الحرية؟ وين 17 فبراير؟ وين؟ أنا مش عارف هذيهم اللي يقصفوا فينا مسلمين ولا كفار. والله الكفار ما يديروا هيك، يلا اليهود ما داروا في فلسطين. اليوم التاريخ 23/10/2012، يوم الثلاث، هذا دم المدنيين. ها شوفوا، شوف هذا دم المدنيين، أشهر حرم يا ناس، أشهر حرم، الناس ماشية تحج بالحجة، أشهر حرم. لكن يا رب، إذا ما انتقم منهم في الدنيا انتقم منهم في الآخرة يا رب. كل واحد جاي قاتل يدق في، كل واحد يجي يقصف في بن وليد يا رب، في نار جهنم، في قاع جهنم يا رب، يقتلوا في الناس المدنيين يا رب.